السلام عليكم ورحمه الله وبركاته أسعد الله اوقاتكم بكل خير اهلا بكم مشاهدينا في النشره المسائيه من قناه السعوديه ونبداها بالعناوين. امر ملكي بتعليق تنفيذ الاحكام لقضايا الحق الخاص والرؤيه والزياره. الصحه تعلن ارتفاع عدد الاصابات بفيروس كورونا بالمملكه الى 2932 حاله. والجوازات تعلن تمديد فتره استخدام تأشيرات الخروج والعوده دون مقابل. بسم الله الرحمن الرحيم. امر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز ال سعود بتعليق تنفيذ الاحكام والاوامر القضائيه النهائيه المتصله بحبس المدين في قضايا الحق الخاص مع الافراج المؤقت وبشكل فوري عمن حبس تنفيذا لتلك الاحكام والاوامر وكذلك تعليق تنفيذ الاحكام والاوامر القضائيه النهائيه المتصله بتمكين الاولاد من زياره احد الوالدين المنفصلين وذلك حتى تاريخ اعلان اللجنه المعنيه باتخاذ جميع الاجراءات الاحترازيه اللازمه لمنع تفشي فيروس كورونا وزوال الظروف الاستثنائيه لجائحه الفيروس أعلن المتحدث الرسمي لوزارة الصحة الدكتور محمد العبد العالي خلال المؤتمر اليومي عن مستجدات فيروس كورونا في المملكة عن ارتفاع إجمالي عدد الحالات المؤكدة بفيروس كورونا في المملكة إلى 2,932 حالة، كما وصل عدد المتعافين إلى 631 حالة تعافي. في المملكة العربية السعودية سبق أن أعلنا أمس جزء من الحالات المؤكدة وكان عددها 190 حالة. استمر التحديث على تلك الحالات حتى اصبح اجمالي ما تم تسجيله جديدا على الحالات في يوم امس 327 حاله جديده. سنستمر في التحديث معكم كل يوم في هذا التوقيت وينعكس التحديثات باذن الله تنعكس التحديثات بعد هذا التحديث اليومي في هذا المؤتمر الاعلامي من خلال الموقع الرسمي المخصص لتحديثات الاصابات بفيروس. كورونا الجديد الثلاثمية وسبعة وعشرين حالة بها يصل إجمالي الحالات في المملكة العربية السعودية إلى ألفين وتسعمية وثلاثين حالة مؤكدة من هذه الحالات يوجد حاليا ألفين وستين حالة تتلقى الرعاية الطبية والصحية اللازمة حيث أن عدد من تعافوا من بعد الإصابة بالفيروس ستمية وواحد وثلاثين حالة فيما بلغ إجمالي الوفيات واحد حالة وفاة رحمهم الله جميعا نود أن نشارك معكم تطبيق مهم جديد تقدمه وزارة الصحة تطبيق تطمن هذا التطبيق بالإمكان أن يستخدمه كل شخص إذا كان لديه أعراض فهو في حالة اشتباه بالإصابة بفيروس كورونا الجديد أو إذا كان الشخص قادم من خارج المملكة ونعلم أن هنالك من يقدمون حاليا للعوده الى المملكه بعد الاوامر الكريمه، اضافه الى ذلك من يكونون مخالطين لحالات مؤكده بالاصابه، فبالتالي كل شخص موجود في حجر صحي او عزل منزلي بامكانه ان يستفيد من خدمه تطمن. وفي تصريح لاخبار السعوديه اكد الدكتور محمد العبد العالي انه عند الطلبات من خارج المنزل يجب ان يكون هناك مسافه بين الطرفين كافيه ويتم يتم غسل اليدين باستمرار. عندما يكون هناك طلبات تصل للمنزل مثلا في خدمات يتم طل... الطلب منها ننتبه عند فتح الباب لاخذ الطلب يجب ان يكون بيننا وبين الشخص مسافه ما يكون في اي تلامس مصافحه غيره لا 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 ابدا يترك الـ الـ ما يتم ايصاله عند الباب ويتم اخذه عند اخذ هذه الامور هل نجعلها تتنقل من غرفه الى غرفه من مكان الى مكان وعلى قطع اثاث متعدده ولا نشيلها ونحطها في مكان واحد نتخلص من الامور اللي عليها من تغليف وغيره ونغسل ايدينا مباشره ودائما اصلا نواصل استمرارية غسل اليدين وتنظيفها بشكل مستمر في فترة أخذ الشيء أو حملة أو تحريكه مهم جدا أنه ما نخلي اليدين تصل عند الأنف أو العين أو الفم كذلك تنظيف المواد مثل الخضار والفواكه بشكل جيد قبل وضعها للتناول احنا نتكلم على مداومة غسل اليدين أمر مهم جدا لما ندخل المنزل غسل اليدين هذه النقطة الأولى الرئيسية وبشكل عام قلنا عدم المصافحة يكون بيننا وبين بعض مسافات عند عند الجلوس والبقاء هذا بشكل عام لكن ننصح الجميع بالذات للأطفال ولكبار السن أن يكون بقائنا في المنزل ما نكثر التجمعات حتى داخل المنزل وهذه أمور نصائح كبيره مهمه جدا نؤكد عليها ونشددها ترى العالم الان يمر بمرحله ارتفاع في الحالات رصدنا ايضا ارتفاع عدد الحالات في المملكه العربيه السعوديه، الارتفاع لا زال اليوم في مستويات نستطيع بايدينا ان نجعلها لا ترتفع اكثر من كذا او تكون في ارتفاعات محدوده، لكن لا قدر الله بعض الدراسات تشير الى وجود ارتفاعات ليس فقط بعشرات الالوف بل لما تصل كما صرح تم تصريح عن ذلك الى 200 الف. لا احد يريد الوصول لهذه الارقام، لو تقيدنا باذن الله بنكون في حاله حمايه وامن. من جانبه قال المتحدث باسم وزاره العدل محمد المطلق ان وزاره او ان وزاره العدل قامت باجراءات وخدمات الكترونيه للحد من انتشار فيروس كورونا. عدد الخدمات الالكترونيه التي اطلقت ما يقارب ال 120 خدمه الكترونيه تم نشرها من خلال الدليل الذي نشرته وزاره العدل ويحوي تفاصيل هذه الخدمات الالكترونيه، كذلك وفرت الوزاره عدد من المنافذ التي تمكن المستفيد من التواصل مع الوزارة والحصول على تلك الخدمات من ضمن هذه المنافذ بوابة ناجز الخدمات الإلكترونية تقدم هذه البوابة جميع الخدمات العدلية عن بعد كذلك تم إطلاق مركز التواصل الموحد 1950 ويهدف هذا المركز إلى التواصل مع المستفيدين وتقديم الخدمات العدلية عن بعد انطلاقا من جهود حكومة خادم الحرمين الشريفين المتواصلة في التعامل مع آثار وتبعات جائحة كورونا العالمية كوفيد 19 لاتخاذ الإجراءات الاحترازية التي تضمن سلامة المواطنين والمقيمين ومواجهة الآثار المالية والاقتصادية وإنفادا للتوجيهات الكريمة بدأت المديرية العامة للجوازات في تمديد فترة صلاحية استخدام تأشيرات الخروج والعودة التي تنتهي فترة صلاحيتها من تاريخ الأول من شهر رجب من عام 1441 للهجرة الموافق للخامس والعشرين من الشهر الثاني من عام 2020 حتى تاريخ 11441 للهجرة الموافق للرابع والعشرين من الشهر الخامس من عام 2020 ولمدة ثلاثة أشهر إضافية مجانا ويشمل التمديد المقيمين من أصحاب المهن التجارية والصناعية الموجودين داخل المملكة الذين لم تستغل تأشيراتهم خلال مدة تعليق الدخول والخروج عبر منافذ المملكة وأوضحت الجوازات أن التمديد يتم آليا من النظام دون مراجعة مقر الجوازات بالتعاون مع مركز المعلومات الوطني ووزارة المالية وإمكان المستفيد الدخول عبر حسابه في منصة أبشر للاطلاع على الخدمة المقدمة له إلكترونياً إنفاذا لأمر خادم الحرمين الشريفين القاضي باستثناء العاملين السعوديين في منشآت القطاع الخاص المتأثرة من تداعيات الحالية جراء انتشار فيروس كورونا، أعلنت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية اليوم عن بدء استقبال طلبات الدعم عبر الموقع الإلكتروني للمؤسسة، وسيكون الدعم من خلال صندوق نظام التأمين ضد التعطل عن العمل ساند الذي تم تصميمه لمواجهة مثل هذه الحالات، وأوضحت المؤسسة أن التعويض سوف يصرف للعاملين في جميع منشآت القطاع الخاص المتأثرة من تداعيات أزمة فيروس كورونا باستثناء المنشآت العاملة بالقطاع المالي والبنكي والمرخصين من هيئة السوق المالية ومن مؤسسة النقد وشركات التأمين ووسطاء التأمين ومن يماثلهم في النشاط والشركات المشغلة للاتصالات والأسواق المركزية الغذائية والتموينات أكد صندوق تنمية الموارد البشرية هدف أنه يمكن للمتقدمين إلى برنامج دعم السعوديين والسعوديات العاملين في خدمة توصيل الطلبات من خلال التطبيقات إتمام جميع الإجراءات من خلال بوابة العمل الحرة الإلكترونية، حيث يصل الدعم إلى 3000 ريال شهرياً. وتأتي هذه المبادرة في إطار مبادرة الصندوق بالشراكة مع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية وهيئة الاتصالات وتقنية المعلومات الهادفة لرفع مستويات التوطين في هذا النشاط واستجابة للإجراءات الصحية الاحترازية التي اعتمدتها الدولة من خلال عدد من المؤسسات الحكومية والمحفزات المالية للحد من التبعات الاقتصادية والصحية لجائحة كورونا دشن صاحب السمو الامير جلوي بن عبد العزيز بن مساعد امير منطقه نجران اليوم الكترونيا مشروعي تطوير مركز القياده والتحكم وتطوير اداره الازمات والكوارث بالمديريه العامه للشؤون الصحيه بالمنطقه ورفع سموه باسم واسم اهالي المنطقه عظيم الشكر والامتنان لخادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الامين على كريم الرعايه لتطوير الخدمات الصحيه بالمنطقه وعلى ما يوليانه من حرص لدعم المجهود الصحي الذي يتجسد في هذين المشروعين المهمين. اطلع صاحب السمو الملكي الامير الدكتور حسام بن سعود بن عبد العزيز امير منطقه الباحه اليوم على سير عمل غرفه العمليات بشرطه منطقه الباحه واشاد امير منطقه الباحه بجهود رجال الامن في المنطقه في تطبيق قرار منع التجول في مدينه الباحه ومحافظاتها مؤكدا ان هذه الاجراءات والاحترازات تاتي للحد من انتشار فيروس كورونا ومن اجل سلامه وصحه جميع المواطنين والمقيمين. هذا ودعا سموه أهالي الباحة للتقيد بمنع التجول وعدم الخروج من منازلهم واتباع توجيهات الجهات المعنية من أجل سلامتهم ناقش صاحب السمو الملكي الامير فيصل بن خالد بن سلطان بن عبد العزيز امير منطقه الحدود الشماليه عبر الاتصال المرئي اليوم الخطط الامنيه بشان تقديم ساعات منع التجول الى الساعه الثالثه عصرا في بقيه المناطق والمدن ومنها منطقه الحدود الشماليه، جاء ذلك خلال اجتماع سموه اليوم عبر الاتصال المرئي مع مدير شرطه المنطقه اللواء صالح الجابري، حيث استعرض سموه الخطط الامنيه الخاصه بتنفيذ قرار تقديم ساعات منع التجول بجميع مدن ومحافظات ومراكز المنطقه.

عقدت اللجنة المختصة بمركز الملك سلمان للإغاثة الأعمال الإنسانية المعنية بمكافحة فيروس كورونا لدى الدول المتضررة اجتماعها العاشر افتراضيا عن بعد برئاسة المستشار بديوان الملكية المشرف العام على المركز الدكتور عبد الله الربيع وبحث الاجتماع سبل تقديم المعونات الطبية اللازمة للعديد من الدول المتضررة من تفشي فيروس كورونا المستجد وذلك بناء على توجيهات خادم الحرمين الشريفين للمركز بالوقوف مع تلك الدول المتضررة من هذه الجائحة بالتعاون والتنسيق الكامل مع الأمم المتحدة ووكالتها ومنظمتها لتحقيق كل ما فيه خير للبشرية وجرى خلال الاجتماع توقيع ستة عقود مع عدد من الشركات المتخصصة تهدف إلى توفير الاحتياجات الضرورية من الأجهزة والمستلزمات الطبية لمكافحة انتشار فيروس كورونا في اليمن وفلسطين والتخفيف من آثاره ومخاطره على شعبي البلدين أكدت شركة المطاحن الأولى بالقصيم وفرة المنتوج المحلي من الدقيق الذي يعد من أهم المنتجات الغذائية للإنسان نتابع حب الله بلادنا بتعدد مواردها الطبيعية ومنتجاتها الغذائية من مختلف الأصناف منتج الدقيق أحد السلع الأساسية للمستهلك والتي تنتج بكميات كبيرة وبأنواعها المختلفة بخطوط إمداد مستمرة داخل مصانع شركة المطاحن الأولى المصنع هنا عندنا انتاج الدقيق بانواعه الدقيق مخابز دقيق بور دقيق فاخر وفرة في الانتاج وعمليات توزيع وامداد لمرافذ التسويق بشكل يومي تلبي حاجة المستهلك من مختلف اصناف الدقيق ننتج يوميا ولله الحمد ما يقارب 900 او بالضبط 900 طن دقيق يوميا بما يعادل عشرين الف كيس يومي و الف كيس اسبوعي يتم يوميا مناوله موزعين الشركه من للسوق المحلي ما يقارب 17 الى 18 الف كيس يوميا وتعوض ولله الحمد في نفس اليوم عمل دؤوب ووفره انتاجيه كبيره لمختلف السلع خاصه الاساسيه منها لاخبار السعوديه علي العطينان القصيم اطلقت هيئه الاذاعه والتلفزيون قناه ذكريات بتوجيه من وزير الاعلام رئيس مجلس اداره هيئه الاذاعه والتلفزيون الدكتور ماجد القصبي استشعارا منه باهميه ما تمر به المملكه اليوم من تبعات فيروس كورونا المستجد لتشارك المواطنين والمقيمين والذين التزموا المكوث في منازلهم خلال هذه الازمه باعاده عرض برامج تلفزيونيه لزمن صنع او صنع ايامنا ولا تزال قلوبنا تنبض له حيث تستعرض القناة مجموعة من البرامج والأعمال الدرامية التي كانت تواكب الشغف وتصنع الحدث وساهمت في صناعة جيل لازلنا نذكر إبداعاتهم ويأتي ذلك وإيمانا من الهيئة بما نملكه من إرث كبير في ماضينا الجميل وما فيه من ثقافة وترفيه. مشاهدينا الكرام نشرتنا انتهت ونشكر لكم طيب المتابعة ونذكركم باتباع الارشادات الوقائية الصادرة عن وزارة الصحة ونذكركم ايضا بالبقاء في منازلكم حفاظا على صحتكم وصحة عائلتكم في امان الله